قرأنا في مجلة الدعوة فتواكم بجواز التبرع لأطفال العالم مهما كانت جنسياتهم ودياناتهم بشرط ألا تكون دولة معادية، ومن المعلوم أن هذا التبرع على إطلاقه له أضرار وخيمة على الإسلام، حيث أننا لا نستطيع ضمان صرف هذه الأموال على الأطفال، حتى وإن حصل صرفها عليهم فإن هذا يعني أننا نوفر هذه المصاريف لتلك الدول التي هي بطبيعة الحال دول غير إسلامية، ولا توجد دولة غير إسلامية إلا وتناصب الدول الإسلامية العداء، فهم يصنعون الأسلحة وجميع وسائل الفساد لهدم الإسلام إلى آخر ما مضمون. المفروض الضعفاء الذين يحصل إليهم الأطفال يجمعون آثار الحروب أو كذلك أو غير ذلك يجمعون ويحصل إليهم الناس، فإذا تولاها ثقة يتولى قبضة المساعدة لإنقاذ أطفال لا ذنب لهم، ليسوا أطفال المحاربين لنا، لا، وإنما هم أطفال مستعملين أو معاهدين أو أهل الجزية أو ما أشبه ذلك. كما نعطيهم وفي ضمانات كما نعطي الجزية ونعطي الكفار أنفسهم. أيوه. النبي صلى الله عليه وسلم أذن في إعطاء الكفار غير المحاربين، وأذن لأسماء أن تعطي أمها كافرة من مالها، والله قبل ذلك يقول جل وعلا: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوا في الدين ولا يخرجكم من دينه أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. فالضعفاء من الأطفال والنساء وغيرهم، وإن كانوا مشركين إذا كانوا تحت الاستئمان استعمل عندنا أو معاهدين أو ما أشبه ذلك أو في بلاد من البلدان لاجئين ضعفاء فلا مانع من إحسان إليهم، لكن ضعفاء المسلمون أولى، أطفال المسلمين وضعفاء أولى منهم، وإذا تيسر سعة ودعي لنا هؤلاء ولا هؤلاء لا بأس.